خليكم من الصحة. هذا خاطر تطفي خويك. انا وياك عيش وملح. سم. ونروح سوا ونجي سوا. ذكرني اعطيك الملح اللي بيني وبينه. ذكرني اعطيك الملح اللي بيني وبينه. طيب القاب بس واحد بس. خلاص خلاص سرعة. بس خلاص. بعد ياكل يلا. يلا يلا. بس بس بس. اطلع اصبر نزل اللقمة. باكلك انت. نزله. طيب. اكلها اكلها. يلا يا عبد الله. ويلكم. اهنا اكل عالمية يولكم ولا. يولي الفريق الثاني ولا. اعزائي المشاهدين كذا كنت لا لا ما احنا اخر بالبناي يا يا انس انس شوف الضيف انا ياكل فيه شوف الضيف انا فيه ياكل شوف متى بالرقعه والله ان قمت عليك والله الوقت ترى محسوب ها متى يا طيب يا استاذ يا معلم صدق يا مقدم ايش تسوي التاخير حسب عليها ما عي خير عي خير اوكي اوكي شكرا شوف يا انس انس انقهر يا انس انقهر يا انس انس انقهر اعطاني مني هذا ياكل من ذا حق عبد الله شو معنى يطبخ صح؟ حلو حلو جاتك لا حلو والله قول جاتك شوفوا عليكم من جديد جاتك الطايرون يا انس ابو الطايرون طايرو بربر مس لا احكي لك ما ينذاك ما ينذاك كذا قيمت اعطيها اود امسحها يا باطني يا باطني يا باطني يا باطني اكلكم زين عبد الله يا عبد الله يا عيال اعطيكم درجه كامله بس عشان بس ما تخون دا حلوه اماكلكم انتم ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله تبي صد تبي اقيمهم اقيم تقييم نهائي لا انس لا لا اقيم اقيم شوف من ناحيه الاكل الاولى كم لها لقمه صح؟ إيه؟ والاكل الثاني كم لها لقمه لقمه ثانيه صح لا؟ الاكل جميل جدا. انس الفريق المهزوم ينسجم. يا ريدي شمال يا ريدي شمال. ما هو بجاهز المشكله. شبت الامطار. يا بطني بطنا. تعال يلا يا ابوي. ما في ملاعب تعال. جابوك جابوك جابوك. شوف والله الجوع يخلي واحد ياكل حتى القراطيس. اثر نظرتك وين؟ والله العظيم. عزمتها لكم الاخير. قسما بالله لو ما قال لك كيف انس 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 اللي ما نقعد هناك عد حله عد حله هناك عد حله وين يلا روح اجلس روح اجلس هناك يلا هذا خب الارض الارض اسمع دحله اسمع دحله هذا من شغلته اسمع الشكل ما يا قل لا اله الا الله راسك راسك انس راسك انس علي ها الكاميرا فوقكم تشوف الاكل شوف يا الكاميرا الباقي جيب الباقي جيب ومزيان اللي فيها طماطم روح اخذ الوقت غدا روح ها غدا وش شيء ايش غدا الباقي اباكم مندي ولد احنا ما ناكل من السور ما ناكل تالي ريجي احنا من اولهم جيزنا من جيز طيب بسم الله بسم الله تاكل ولا تعلم يا قاعد يتفنن ذا الحين يلا من حقه من حقه نقدم الفقره بالله جيب لها كاميرا من فوق تكفى يا مخرجنا شوف شوف الوساخه ياكل بيده مغسل لا غسل ما غسل يا رجال يا اخي لقط ذي والكنبات وما ادري ايش وغسل سلمت عليك بعد مره واحده ها سم انت شو عملت؟ كاك صادق تعال هني ها تعال هني مني كله بنجمعه بنجمعه ونهباني ايه نهباني مالك زدنت انت تراتني صح انا اللي تبغى تعبتك مالك شغل مالك زدنت مالك زدنت تعال مني عندي يوري مني مالك شفتوا شفتوا كيف؟ شفتوا خصم خصم جعل جعل ورا فداك يا ابو سعيد ذاك عداك مكسوره خصم الى خابر مكسوره من قبل مكسوره من قبل شايف مكسوره من قبل ايه فارغين ذولا متسابقين ذولا وين بغوا طالع عوضهم انا بحسابي الخاص مالها دخل ونعم ونعم ايش دخل؟ مالها دخل مالها دخل ونعم مالها دخل عسى الله يعوضك يا عم عيد يا واد ايش تقييم هذا يا واد 20 لقمه تقييم فيها انت تغدى ما نبغى قيم طيب ما هو شغل لا قيم عليك ما هو شغل طيب وين ناكل؟ اصبر لا تبشر قم 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 شطع الكاميرا غطيك على الارض فك على وجهك هذا شغل لك الاول وين؟ تغدى تغدى الان وينه؟ خليني اقعد على الارض اي واحد يقطع الكاميرا لا صب خصم اخصم 70,000 لك لا تكلم ابو ماجد اتكلم جد اخصم على باك الصخير وعلى متى بالرقعه والله ما يطلع قلبه ابو ماجد والله ما يطلع ان شاء الله ما يطلع قلبه ابو ماجد هات هات اسمع يا ابو ماجد مبارك الصخير اي 800 اي نعم مبارك الصخير 800 ومتى 800 خصم انا اللي براقب الخصم ده والله لا راقبه انا بيض الله وجهك كفو انس كفو عاش استهلوا عشان ثاني مره اللي ما داخل المطبخ لا يجي مطبخ اشوفه اعوضها في يوم وليله 800 تبغى خصم 1000
خلينا نجيب لك مثل برقعه والله عقب العوده ماشي ايوه تغير مثل عقب ما عاد عليهم خصومات ما عاد عليهم شيء ليه متعب عشان الجمهور حبك انت ما تضرب عرض الحائط الجمهور يرجعك الجمهور طلبات الجمهور رجعت صارت النقاط عندك ما عندك اذا جات عادة تخبرنا تطلع هاي مره الجمهور يطالب فيك طيب اقعد بموت مليون بموت مليون لا اجلس بجيب لك فلوس شو هيك هذا؟ عندك دور مليان. هذا احجاجه. الله يحييك. الله يحييك. لا 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 احد ياكل، شغل له. ها؟ شغل له، شغل له. لا لا تاكله. ليه؟ بس. تعال علي. هاك. اطلق احجاجك برقعة معك من انس. بيد الله وجهك. انس هذا. احي ما عندك ثلاث عيال. انس ادري ما يقول في اكله منها عيال، في احد منكم حط مزرعة فلفل فيها؟ في مزرعة كاملة حطيناها في ذلك وين من حطها؟ أكلة هندية ها؟ والله ما طبخت أكلة هندية كيف تبيها باردة؟ باردة تبيها باردة أكلة هندية تبيها باردة وصوتها طب أنا أسألك كيف؟ جيب لي لقمة منها خدمتنا على خشمي بيض الله سمي عيوني أي طول عمرك أي أي والله رأسك أتمنى أن أنس يكون عادل اي عادل عادل ولا اتمنى لانه من يوم جاء المقر هذه هو عادل يعني ابراهيم الحسين تشكك بقدراته انه حط مقدم المقر هذه يعني ما اشوفك شيء يبيك تكون عادل عادل ما مطير ولا عادل هيك ابو لحظه والله حلوه والله حلوه صح؟ حلوه يسقط عليك يقول اتمنى انك عادل اذا اتمنى سنين عاصر عادل ومطيري عزه هي عزك طيب التقييم ايوه بس معنا الليله ايش تبي انت خلاص التقييم كلهم كاملين قليله كامله شو؟ عيد اذقرامك كيد لا لا بس اسمع انس قبل لا تقول التقييم عبد الله قال لو فاز علي عبد الله انا احرم لك الطبخ نهايه نعم انا ما عندي من كلام هذا انا اقول لك انا اقول لك انك معفي ومسموع اذا فزت انت وجهك معفي ومسموع اللي كان مربع فيضو مش مربع مثلث مثلث اوكي جالس انت جالس تتغدى وش تبي؟ هو ما يتغدى من هو يتغدى هو ياكل ياكل لا عقب لا اتمنى طيب يا الربع على الفريقين لا 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 قبل تتكلم 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 خبز خلص خبز خلص تبغى خبز خلص مني تعال مني 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 عطنا خبز مني عبود هبلي لبس هبلي هبلي يا العافية يا يمه افتح فردك خليني اشبع بالعافية ان شاء الله انا اقول الصدق اللي فايز هذا انا انت ليش ما اكلت من عيشتنا؟ اي عيشتنا اكلت من عيشتكم كل يوم سكوب والله عيشتكم اعوذ بالله ما لها دخل ايش دخل يا ويلي ولا كبرت ويلي ولا هبوا لنا بيبس هبوا لنا يا ريح هبوا لنا بيبس يا ريح النوس النوس انا اسف اني اعطيت عيال قبلك فانا اسف انت لو تبي تبي تاكل الدنيا كلها اعطيتك اياها كلها افتح فمك لو تبي تاكلني بو 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 والله ما طفمي ها والله ما طفمي والله يعطيك العافيه والله ما طفمي انت مسلمني تعرف هذا اعلمك هلا سلام طالبك توكل على الله طالبك وجه وجه ابو عيسى توكل على الله وجه ابو عيسى بالله افتح افتح فمك قول اه قول بقى قول اه وصل العمر ها لبيه اعلن اعلن لكم ابو عبد الرحمن يموت انا اقول تعادل ولد نفست علي ودي تسكت يا عبد الله تبي تصريح مني ايوه نفست علي ايوه لك مني اذا قابلت في المطبخ اتكي ولا اسوي شيء لاني عارفني اللي بحتونه بالفلفل راح في البدايه يخصم علي ايش عندك يا محتوره بالفلفل اكله هنديه اكله هنديه كيف تبيعها؟ الفلفل العربي طبخه عبد الله عبد الرحمن ما في طبختي عاد طبختي ما فيها فلفل صح طبخه عبد الله ما فيها فلفل وين اكلت عين واحد؟ يا وين اكلتك وين؟ رز رز فايز يا عيال اكله هنديه ها؟ من الهند ها؟
فيها باردة؟ باردة؟ غازي البارد أكل هندية فيها باردة؟ هو صادة والله صادة هذا ما أكل هندية بارد أنا أكل هندية باردة هندية هي؟ والله سوزر معها سوزر معها أنت من وين؟ من وين جابوت؟ هندية قيالة؟ قيالة بيتي أنت معلوم أنا نفر؟ معظم معلوم طيب أوكي والله عبودي أعطت لي كلهم أكل إلا أنت لك الحمد لك الشكر إلا أنت والله ما عندك والله ما كل الله يعافيك أنا ابني بيدي ها الضيف ما تبغى يعني ورع لا الضيف الضيف إنك ابن أبي يرجع عزمناه إنك ابن عرفتها أكل تحمام أكل تشرك أكل عسى الله يعيق صار يغفر ذنبي بس طيب عطيني الكاميرا على المسرح إذا ما عليك أمر اعلن معي ابو ماجد طيب اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه فقره هنهم لهذا الاسبوع ايوه خلاك كذا تجي كويس الشباب طبخوا طلبت منهم تكه مسله الطبخه والفريق اللي فاز هو فريق عبد الله العلياني وعلي مناحي هم سووا اسا